بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ تسجيل محاضرة جديدة من مادة دوائر كهربائية 2 Electric Circuits 2، ونحن في الفصل العاشر الذي بعنوان Sinusoidal Steady State Power Calculations أو حسابات القدرة في حالة الثبات للدوائر ذات المصادر الجيبية. أخذنا في هذا الفصل مجموعة من السكشنز. أخذنا سكشن 10.1 اللي بعنوان Instantaneous Power أو القدرة اللحظية. أخذنا سكشن 10.2 اللي بعنوان Average and Reactive Power. وأخذنا سكشن 10.3 اللي بعنوان The RMS Value and Power Calculations. وأخذنا سكشن 10.4 اللي بعنوان الكومبلكس باور. اليوم حناخد سكشن 10.5 اللي بعنوان باور كالكوليشنز، وحنوضح اليوم يعني الصراحة مثال أو أنالوجي تشبيه مشهور للقدرة بيعني شيء مشابه من الحياة العملية اللي يوضح هذا المفهوم. أخذنا أهداف الفصل وتعريف القدرة اللحظية. القدرة اللحظية هي عبارة عن مضروب فرق الجهد في التيار، واستنتجنا علاقة مهمة جدا نتيجة ضربهم أنه في المحصلة كانت قيمة الـ Instantaneous Power. هاي المعادلة مهمة جدا. كانت قيمة الـ Instantaneous Power تساوي P capital plus P capital cosine 2 omega T minus Q sine 2 omega T، حيث P capital اللي هي الـ Average Power تساوي VM IM على 2 cosine theta V minus theta I، والـ Q اللي هي الـ Reactive Power وكانت تساوي VM IM على 2 sine theta V minus theta I. هاي بتثبت لك كتير شغلات المعادلة، يعني في حال انه كانت المعاوقة عندي بيور ريزيستيف يتبقى عندي فقط اللي فيها بي كابيتال، ولو كانت بيور اندكتيف او بيور كاباسيتيف يتبقى عندي فقط اللي هو اللي فيها كيو اللي هي كيو ساين 2 اوميجا تي. وأخذنا الصيغة هاي للبيورلي ريزيستيف. لاحظ أنه في البيورلي ريزيستيف يعني هاي دائما إحنا بنرجحها دائما P أكبر من صفر، لا يمكن تكون أقل من صفر، لا يمكن، يا إما أكبر من صفر يا ممكن في لحظات معينة بتساوي صفر. ليش؟ لأنه المقاومة دائما بتستهلك، بتبدد القدرة، وبالتالي دائما حتكون قيمتها اكبر او تساوي الصفر، لا يمكن تكون نيجاتيف عندي. لو كانت نيجاتيف بتصير انه جنريت باور بتعطي قدره، وهذا الشيء مستحيل. فبنلاحظ هنا دائما انه اكبر من صفر واحد، واثنين في لها قيمه متوسطه اللي هي اللي بتعمل اوسيليشن حولها، اللي بتعمل يعني تردد حواليها، اللي هي هنا مثلا حوالين قيمه بي كابيتال الأفرج القيمة المتوسطة، عشان هيك اسمها الأفرج، لأنه الأفرج تبع الإشارة هاي اللي عندي هنا زي ما احنا شايفين الـ P capital، والإشارة أو الـ power الـ instantaneous power بتعمل oscillation حواليها، يعني بتعمل تردد حواليها. فلاحظ أنه دائما positive يعني أنه consumes power أو consumes energy، بينما في حالة إنه inductive circuit كانت الـ P small أو الـ instantaneous power تساوي minus Q sin 2 omega T، يعني معناته إنه الأفرج تبعها صفر. هاي ملاحظة أولى، متوسطها صفر، متوسط أي sinusoidal signal يساوي الصفر. ولاحظ إنه Q كانت عندي في حالة pure inductive circuit كانت دائما إشارتها positive. ليش؟ لأنه بتساوي Q عندي بتساوي هاي المعادلة VM IM على 2 sin theta V minus theta I. وبالتالي بما أنه في الاندكتور lag، ف
فحيكون قيمة الساين بوزيتيف، لأن ثيتا في ماينس ثيتا اي بوزيتيف في الحالة هاي، فساين القيم الموجب حيكون موجب، وبالتالي بتصبح إنه كيو بوزيتيف. ولاحظ لما نيجي نرسمها زي ما احنا عندي في الشكل هنا، إنه في فترة بتكون نيجاتيف وفي فترة بتكون بوزيتيف، إذن معناته إنه الاندكتور does not dissipate energy، ما ببدد الطاقة أو القدرة، هو في فترة من الفترات بياخذ القدرة وبيخزنها، وفي فترة بطلع القدرة هاي. هاي البساطة اللي بصير عندي حسب الشكل اللي عندي هنا. وبالتالي هو مش زي حكاية المقاومة، لا، المقاومة كان دايما يكون أكبر أو يساوي الصفر، هنا عندي ممكن يكون نيجاتيف وممكن يكون بوزيتيف، يعني فترة من الفترات ممكن يكون خلينا نسميه ستورج انرجي، وفترة من الفترات بيطلع الستورج انرجي هاي. نفس الشيء في الكاباسيتور، الكاباسيتور كان الافرج تبعه صفر، فترة من الفترات بوزيتيف وفترة من الفترات نيجاتيف. الكاباسيتور معروف انه بياخذ الباور وبيشحنها في المكثف، وبالتالي بصير مكثف مشحون، بعدين بيرجع وبيفرغ الطاقة اللي انشحنت بداخله. واخذنا مصطلح الباور فاكتور، اخذنا مفهوم الكومبلكس باور، وقلنا S تساوي P plus JQ، و S وحدتها فولت أمبير، Q وحدتها فار، و P وحدتها وات. واخذنا مثلث القدرة اللي هو Power Triangle اللي عندي هنا. لاحظ ان القدرة الظاهرية اوكي بدها تساوي الجذر التربيعي ل P تربيع plus Q تربيع. اليوم حناخد الباور كالكوليشنز وحنشتق يعني مجموعة من الصيغ المهمة. لاحظ انه قلنا في حاجة عندي اسمها القدرة المركبة او كومبلكس باور، اللي هي بالاحرى اللي هي فيزر ترانسفورم اوف باور، فكانت الاس تساوي بي بلس جي كيو، بي بلس جي كيو. طيب البي كانت تساوي عندي في ام اي ام على 2 كوساين ثيتا في ماينس ثيتا اي، هاي بي، وكيو نفسها بس ايش ساين. يبقى خليني اعوض عن بي وكيو في المعادلة اللي عندي هنا، زي ما احنا شايفين عوضنا عن بي وكيو. الآن بقدر أخذ في أم آي أم على 2 عامل مشترك، فيتبقى عندي كوساين ثيتا في ماينس ثيتا آي بلس جي ساين ثيتا في ماينس ثيتا آي. هاي عبارة عن كومبلكس نمبر، وهاي عبارة عن القيم المركبة أو الرقم المركب ل إي to the j theta v minus theta i، أو البولر فورم اللي عندي هنا اللي أنا بقدر أكتبها كزاوية زي ما احنا شايفين قيمتها theta v minus theta i. إذن أصبح كأنه الـ S تساوي، بما أنه أنا عندي هنا النص تمام، فهي عبارة عن واحد على جذر اثنين، واحد على جذر اثنين في في ام اي ام مع الزاوية اللي عندي هنا. طيب الواحد على جذر اثنين في ام اللي هي عبارة عن في افكتيف، والواحد على جذر اثنين اي ام هي عبارة عن اي افكتيف او اي ار ام اس وفي ار ام اس. إذن أصبحت S تساوي V effective I effective مع
الزاوية theta v minus theta i. طيب الآن نيجي نبسطها، فبيصبح v effective مع زاوية j theta v مضروبة في i effective مع زاوية minus j theta i زي ما احنا شايفين عندي هنا. وبالتالي هاي v effective فيزر، وهاي القيمة هاي هي عبارة عن الكونجيجيت للاي افكتيف كفيزر زي ما احنا شايفين. يبقى اصبحت الاس كأنه تساوي v effective في i effective كونجيجيت، وهاي الاشتقاق تبعها لانه احنا بنعرف انه الاي افكتيف e to the minus j theta i هي عبارة عن كوساين بلس ج ساين الماينس ثيتا اي. الساين اي قيمة بالماينس، ساين ماينس اكس بدي يساوي ماينس ساين اكس، فبتصبح ماينس ج اي افكتيف ساين ثيتا اي، وكوساين ماينس اكس هو نفسه كوساين الاكس، فبقدر اعوض عن كوساين ماينس ثيتا اي بكوساين ثيتا اي من خواص الساين والكوساين اللي هم انه يكونوا odd او even. وبالتالي اصبحت هاي فعلا تساوي i effective conjugate كفيزر. اذا as الكومبلكس باور اصبحت تساوي نص ال v الفيزر للفولتج في ال i conjugate فيزر او الفيزر لل i اللي عندي هنا. طيب لو كان عندي لود معين Z، من قانون أوم إنه V effective بدها تساوي Z في ال I effective بكل بساطة، وهاي كفيزرز. خلينا أعوض عن V effective بZ I effective. أنا هنا كانت عندي S تساوي V effective I effective conjugate الكل كفيزرز. طب عوض لي عن V effective بقيمتها تساوي Z I effective، فأصبحت Z I effective في I effective conjugate اللي هي لو ضربت رقم عدد مركب بالكونجيجيت العدد المركب كأنه انت ربعت المقدار، كأنه I effective square، فأصبحت S تساوي مقدار التيار ال I effective كمقدار كقيمة ومضروبة في ايش؟ في ال Z اللي هي تساوي R plus JX. طيب بسطها أكثر، فأصبحت I effective squared في R plus J I effective squared في X، وهاي الجزء الحقيقي اللي هو ال B، وهاي الجزء التخيلي اللي هو JQ. ممتاز. وهذا إشي منطقي لأنه أنا عندي لو عندي impedance معينة، الimpedance مكونة من resistive part ومكونة من reactive part، يصبح resistive part هو اللي بيستهلك ال B، والreactive part اللي هو ال X هو اللي بيستهلك Q. وفعلا ال B بدها تساوي ال I effective squared في R، واللي هي نفسها نص I M squared في R، والـ Q هي عبارة عن نص I effective كمقدار squared في X. وفي عندي كمان صيغة بدلالة، هاي الصيغة بدلالة التيار، في عندي صيغة لأس بدلالة فرق الجهد. عوض عن I effective conjugate بـ V effective على Z، وطبعا الكل conjugate، يصبح كأنه V effective squared على Z conjugate. الconjugate بتوزع على البسط وبتوزع على المقام، وهذا تساوي
E plus JQ. لاحظ هنا بديش اللي يصير يعني لخبطة في المعادلة اللي عندي هنا إنه P تساوي the effective على R. هاي العلاقة صحيحة فقط في حالة واحدة إنه يكون Z pure resistive. لو كان Z عندي فقط R تصبح P تساوي V effective squared على R. يعني مش دائما هذه العلاقة صحيحة، وإنما صحيحة في حالة واحدة فقط إنه تكون Z pure resistive element فقط. لو كانت Z pure reactive element يعني فقط فيها X Z، طبعا احنا بنعرف إنه Z تساوي R plus JX. لو كانت Z تساوي R فقط هاي العلاقة صحيحة، V تساوي V effective على R، وطبعا قيمة X هتكون صفر في الحالة هذه. لو كانت Z تساوي JX يعني R تساوي صفر هاي العلاقة صحيحة، تصبح Q تساوي V effective squared على X. لو كانت في قيمة للR وقيمة للX لا تساوي الصفر في نفس اللحظة كلاهما، هاي العلاقتين لا يصبحوا ساريات المفعول، يصبحوا غير صحيحات، فما بدي حدا يخطئ في هاي العلاقة. Power Factor Cook Analogy يعني تشبيه Power Factor بالكاسة الكوكاكولا اللي عندي هاي، وهذا يعني من أكثر الأمثلة المستخدمة في هذا الموضوع للتشبيه. طبعاً بدنا نحكي هنا نوضح إنه ما في أي علاقة ما بين كاسة الكوكاكولا وما بين القدرة، ما في أي علاقة مطلقاً. إحنا هنا فقط تشبيه بنحاول نوضح الصورة عشان الواحد يعرف يستوعبها. فخلينا نبدأ في التشبيه اللي عندي هنا. أنا عندي هنا في كاسة الكوكاكولا بنلاحظ إنه في شغلتين، في عندي السائل أو الصودا وفي عندي الفوم أو الرغوة اللي على الوجه. طبعاً أنا لما بدي أجي أشرب أو أشتري الكاسة هاي معني إنه يكون السائل أكبر ما يمكن ويكون الرغوة اللي عندي هنا أقل ما يمكن، لأنه السائل هو الصودا اللي عندي هنا المشروب هو اللي بستفيد منه، بينما الرغوة هاي ماخدة حيز، يعني زي خلينا نقول على الفاضي، مش هستفيد منها مطلقا، ماخدة حيز من الكاسة، أنا هحاسب على كاسة كاملة تمام، بينما اللي هستفيد منه اللي هو الجزء اللي فيه السائل. فخلينا نقول إنه نحاكي الجزء هذا نعتبره بي. ليش بي؟ لأنه بي هي الجزء من القدرة تمام اللي أنا بحاسب عليه الشركة، وهو عبارة عن قدرة استهلكت يعني تبددت، يعني أنا أخذتها القدرة هاي وحولتها لشكل آخر، يعني ممكن يكون شكل حراري مثلاً، وتحولت وانتهت يعني خلص تبددت. بينما الجزء الرغو اللي عندي هنا خلينا نعطيه كيو أو نشبهه بكيو، وحقول ليش شبهته بكيو. كيو هاي هنا غصب عني تمام، أنا في أجهزة بدها تشتغل بكون فيها اندكتف بارت، فهي بتكون ماخدة جزء Q. ليش طيب احنا شبهناها هنا بالفوم؟ لانه Q احنا بنعرف انه ممكن يكون inductive او capacitive، وهي مش استهلاك حقيقي، هي عبارة عن جزء في لحظة من اللحظات ممكن يكون عندي الاندكتور او الكاباسيتور بياخد بيعمل ستور للانرجي، وفي السايكل الثاني بيرجع اللي عمل له ستور. فهنا كيو
ما مثلت استهلاك حقيقي. ما في، احنا بنعرف انه الاندكتور والكاباسيتور does not dissipate energy، ما بتبددها، هي either store it or supply the stored energy، يعني بتعطي ما تم تخزينه. فعشان هيك احنا شبهناها بكيو. طبعا ما بقدر استغنى عنها، لانه في اجهزة بدها القدرة هاي في لحظة من اللحظات عشان تشتغل. طيب، فاحنا هنا شبهناها بكيو اللي وحدتها كيلو فار، كيفار يعني فولت امبير رياكتيف، والبي وحدتها كيلو وات. طيب، هاي الكاسة كلها عندي هنا اللي انحسبت عليك كاسة، تمام، هاي كلها تمثل الاس، هاي كلها تمثل الاس. انا بعرف انه الاس تساوي بي بلس جي كيو. وليش بي وجي كيو متعامدات على بعض؟ يعني لاحظ انه هنا عندي البي ماخذ الاكس اكسس، تمام، اي بي من هنا لهنا، وكيو عمودي عليها، واس هي مجموعهم، هي مجموعهم، اس تساوي بي بلس جي كيو. من المعادلة انه Q تساوي VM IM على 2 sin theta V minus theta I، و P بتساوي VM IM على 2 cosine theta V minus theta I. نحن نعرف أن الساين والكوساين في فرق بينهم 90 درجة، وبالتالي هنا لما بكون S بدي يساوي P plus JQ، منطقي جدا لأنه الاثنين متعامدين على بعض. هاي أول نقطة. طيب، أنا عندي هنا المحصلة الأس تصبح تساوي الجذر التربيعي لبي تربيع بلاس كيو تربيع. لاحظ أنه هنا في التشبيه اللي عندي قد يظهر أنه الأس تساوي بي بلاس كيو، وهذا يعني يعني مش صحيح. انا عندي العلاقه اللي بينهم الصحيحه انه الاس تساوي جذر التربيع لبي تربيع بلس كيو تربيع. طيب، انا معني ليش احنا دائما المثال هذا بوضح الفكره، انا معني انه لما انا اجي اشتري الكاسه هاي يكون السائل اكبر ما يمكن. ايش معنى الحكي هذا؟ انا بعرف انه كوساين ثيتا، تمام، او معامل القدره اللي هي هنا ثيتا تساوي ثيتا في ماينس ثيتا اي، بدي يساوي البي على الاس كمقدار. طيب، لما يكون الكوساين قريب من الواحد بكون الوضع عندي مثالي جدا. طب لما يكون يعني شويه مش قريب من الواحد، يعني مثلا 0.8 او اقل، بكون هنا في كيو لها قيمه كبيره، وهنا بتصير مشكله الصراحه. هنا بتصير مشكله، انا معني اخلي بي قريبه جدا على مقدار الاس. يعني ايش من ناحيه التشبيه اللي عندي هنا؟ يعني معناته انه انا بدي اخلي السائل اللي عندي هنا او المشروب هو تقريبا مليان كل الكاسة، والرغوة يعني تقريبا تكون أقل ما يمكن، لأنه هذا اللي بستفيد منه، هذا هو اللي بستفيد منه. بينما الرغوة اللي عندي هنا أخذت جزء، وبالتالي ما استفدت منها من ناحية عملية، ولكن هي بتلزم غصبا عني لتشغيل بعض الأجهزة. يعني كثير من الأجهزة بكون فيها inductive بارد. عشان هيك شركات اللي بتوزع كهرباء دايما معنية انه يكون الاس قريب جدا على البي. وعشان نوضح الفكرة هاي خلينا اقول لك انه مولدات الكهرباء، المولدات الجنريتورز، وكمان الاجهزة اللي بتحول القدرة، مثلا يعني زي الانفيرتر اللي بياخد من الخلايا الشمسية
وبيحول من دي سي إلى اي سي، تقاس القدرة بأي وحدة؟ تقاس بوحدة الكي في اي، تقاس apparent power، تقاس بوحدة الكي في اي. المولدات تقاس بوحدة الكي في اي مش بوحدة الوات، والانفيرترز اللي بتحول من الطاقة الشمسية يعني السولار باور الدي سي، تاخذ من الخلايا الشمسية دي سي بتحول الى اي سي، تقاس بالكي في اي، ما تقاس بالوات. ليش ما تقاس بالوات او الكيلو وات؟ لانه اللي بحدد قديش الوات وقديش كيلو فار اللود اللي عندي، مش المولد. المولد له قدرة بوحدة الكي في اي، يعني تماما زي ما بشتري انا الكاسة هاي انحسبت علي كاسة، هاي كلها انحسبت علي هيك كاسة. الجزء اللي انا بستفيد منه اللي بدي يكون السائل، فلو كان اقل ما يمكن مشكلة، انا معني اخلي السائل اكثر ما يمكن، وبالتالي معني انه القيمة هذه عشان تكون اكثر ما يمكن تكون قريبة على الواحد، تكون قريبة على الواحد، يعني الباور فاكتور كلوز تو وان. طيب عشان هيك لو كان عندي كيو قيمتها كبيرة، فهي بتكون أخذت حيز أنا ما استفدتش منه، أخذت حيز من الكاس اللي عندي هنا أنا ما استفدت منه، وبالتالي حرمت مثلا مستخدمين آخرين إنه يستفيدوا من الكهرباء اللي القدرة اللي ولدها المولد، يعني أخذت جزء تمام وحجزته، وأصبح اللي أنا بقدر أستفيد منه الجزء فقط المتبقي اللي هو البي اللي عندي هنا. فهنا هاي المشكلة، وبتلجأ شركات توزيع الكهرباء إنه تصحح معامل القدرة لو كان مش قريب على الواحد، فبتلجأ انه تصحح هذا المعامل الباور فاكتور. وهيك يعني نتأمل نكون وضحنا المثال بطريقة عملية يعني يقدر يستوعبها الواحد. فأنا عندي هنا كمان مثال آخر، عندي هنا الشخص اللي بيسحب العربة هاي، هو ما بقدر يسحب يعني من مستوى هذا، ما بقدر ينزل للمستوى هذا انه يسحبها، فبضطر انه يرفع الحبل اللي بيسحب فيه لمستوى يعني اشبه بمحصلة القوة هاي، لمستوى اعلى عندي هنا تمام، زود القوة اصبحت محصلة قوتين، قوة السحب وقوة الرفع للأعلى تمام. فهاي هنا هاي أشبه الأنالوج هذا اللي عندي هنا أو التشبيه، هي محصلة القوتين، فزادت ولكن غصب عنه لأنه ما بيقدر ينزل للمستوى هذا ويسحب تمام. فهنا عندي هنا كيو، هي خلينا نقول موجود لتشغل أجهزة مثلا موتورات محولات إلى آخره من الأحمال المنزلية أو الصناعية، وأنا مضطر أتعامل معها وأخليها لأنه أنا معني في النهاية يكون عندي تشغيل للأجهزة هذه، ولكن لما بدي أجي أحل مشكلتها مش بأجي وبألغي الموتورات وبألغي المحولات، لا، بنركب إشي كافئ الإمبيدنس اللي عندي ويلغيها زي ما حنشوف في أمثلة جاية لتصحيح معامل القدرة. خلينا نشوف المثال اللي عندي 10.5 example 10.5، نوعا ما الاكزامبل هذا بسيط. In the circuit shown in figure 10.13, a load having an impedance of 39 plus J26 ohm is fed from a voltage source
through a line having an impedance of 1 plus J4. يعني عندي في الشكل اللي احنا شايفينه في عندي impedance هيها load تمام قيمته 39 plus J26 حمل معين وبتم تغذيته من قبل المصدر من خلال خط نقل هذا من هنا لهنا هذا هو عبارة عن خط نقل line قيمة الimpedance اللي بتخصه 1 plus J4 The effective or RMS value of the source voltage is 250 volt. قيمة السورس عندي 250 فولت RMS. ولاحظ بنكتب RMS عشان نميزه. فبنكتب بين قوسين RMS. احسب في مجموعة من المطالب. احسب calculate the current load IL and voltage load. وcalculate the average and reactive power delivered to the load calculate the average and reactive power delivered to the line وcalculate the average and reactive power supplied by the source نبدأ في أول مطلوب اللي هو ايه load current والvoltage VL يعني على طرفي load بدأ يوجد VL هيها وبدي أوجد التيار اللي بدي يمر اللي هو الـ I load عشان أوجد I load بدي أوجد الـ total impedance أنا في عندي هنا 1 plus J4 وفي عندي هنا 39 plus J26 فحجمعهم مع بعض تمام اللي بيطلعوا 40 plus J30 حجمهم بيطلع 40 بلس جي 30 والاي لود في الحاله هذه بده يصبح قيمه السورس فولتج اللي هو 250 مع زاويه 0 تقسيم ال 40 بلس جي 30 هاي لو حسبناها بتطلع 4 ماينس جي 3 طبعا هذه امبير ار ام اس لاحظ دائما بنكتب ار ام اس لانه اعطاني السورس ار ام اس او 5 مع زاويه ماينس 36 بوينت 87 degrees. طيب الآن أنا بدي أحسب الـ V load. الـ V load بدها تساوي قيمة الـ I load في الـ Z load. أنا عندي قيمة الـ I load طلعتها اللي هي 5 مع زاوية ماينس 30 درجة تمام والـ Z load اللي هي قيمتها 39 plus J26 ohm يعني هاي هي Z load ضرب I load لو حسبناها بتطلع 234 minus J13 طبعا هاي فولت RMS حسبة مباشرة جدا ما في أي مشكلة في المطلوب الأول المطلوب الثاني احسب the average and reactive power delivered to the load حنحله بطريقتين الصراحة الطريقة الأولى إنه أستخدم العلاقة لكي أوجد S S اللي هي عبارة عن S تساوي E plus JQ. ال P هي ال average power وال Q هي ال reactive power delivered to the load. يبقى أنا بدي أجيب ال V load وال I load conjugate وأضربهم في بعض. وبالتالي هاي بتساوي S هاي أول طريقة الـ V load أوجدته والـ I load أوجدته من المطلوب A الـ I load كان عندي يساوي
4 ماينس جي 3 اللي بيصير الكونجيكت له 4 بلس جي 3، والفي لود كانت قيمته تساوي 234 ماينس جي 13 مع التعويض المباشر، وبحسبها طلعت 975 بلس جي 650 فولت أمبير. طيب يبقى قيمة البي هي الريل بارت الأفرج يعني اللي هي 975 واط، والرياكتف بارت قيمته 650 بار. هاي طريقة. أنا في عندك كمان طريقة أخرى. شو الطريقة الأخرى؟ إنه أقول الأس تساوي ال I effective كمقدار الكل تربيع في زي لود. هاي طريقة أخرى لحل السؤال. واللي بدها تساوي الآن ال I effective كانت عندي قيمتها كمقدار 5، هيها يبقى تصبح 25 I effective تربيع ضرب الزي لود اللي هي عندي 39 بلس جي 26. احسبها، يفترض انه تطلع نفس القيمة، هاي نفس القيمة. طيب خلينا نمسح هذا الحل عشان نشوف المطلوب الثاني. المطلوب C، احسب the average and reactive power delivered to the line. يعني ايضا بنحله بنفس الطريقة، انه انا في عندي ال I effective او I line معروفة، تمام، وفي الحالة هذا انا بدي احسب S لمين؟ لللاين. S line خلينا نقول بدها تساوي ال I line effective، تمام، كمقدار الكل تربيع في الـ impedance لللاين اللي هي قيمتها 1 بلس جي 4 قيمة الـ I كانت تساوي الـ effective، الـ I effective لللاين كانت تساوي 5، فبتصبح 5 تربيع في 1، هاي بطلع عند الـ B، والـ Q تساوي 5 تربيع في 4 وبتطلع 100 فار، تمام. يبقى هاي بتطلع 25 بلس جي 100، وهاي وحدتها تساوي فولت أمبير. ولاحظ إنه قيمة الـ reactive power positive أيضا، وفي نفس الشيء كانت positive في حالة اللود واللاين، لأنه اللود كان عندي inductive. المطلوب دي بدنا نحسب الباور ديليفرد باي ذا سورس. يعني انا في عندي دائما توازن في الدائره، السبلايد يساوي الكونسيومد، فانا عندي هنا التو اللي هم اللود واللاين هم كونسيومينج، مجموعهم الاس اللي بخصهم بيساوي 25 بلس جي 100 هاي لللاين، 975 بلس جي 650 هاي لللود. لو جمعناهم بطلع المجموع الكلي 1000 بلس جي 750.
هاي طريقة. تمام، يبقى السبلايد بده يساوي ماينس القيمة هاي. بنعرف ان البوزيتيف كونسيومد والسبلاي حيكون نيجاتيف. الطريقة الأخرى انه ممكن احسبها انه الاس للسورس بدها تساوي حسب الاشاره اللي عندي هنا. تمام، انه لازم تكون 250 قيمه الفي افكتيف في الاي افكتيف كونجوجيت اللي هي الاي لاين مثلا. نفس الشيء هو التيار الوحيد اللي بمر عندي في الدائره، بوجد الكونجوجيت له. قيمة الاس تصبح تساوي ماينس 250 الكونجيجت لأربعة ماينس جي 3 اللي هي 4 بلس جي 3، ولو حسبناها المضروب هاي 4 في 250 ألف و3 في 250 750 اللي هي نفس القيمة للكونسيومد باور. ولاحظ انه طلعت الإشارة سالبة عندي صحيحة، لأنه هنا the minus sign implies that both average power and magnetizing reactive power are being delivered by the source. إنه source بيعطيني الaverage اللي هي الألف negative، والكمان 750 أيضا negative، لأنه both are supplied by the source. ولاحظ إنه طلعت متوافقة مع القيمة السابقة، لأنه المصدر الوحيد اللي عند السورس اللي هو قيمته 250 فولت RMS. بنستكمل الأمثلة الأخرى اللي في هذا الفصل في محاضرة قادمة. يعطيك العافية.